السلام عليكم. دلوقتي لو انت عندك ملف اكسل وعايز تعمل له حمايه عشان ما حدش يعدي فيه، هنيجي للموبايل وهنروح لانفو، هتلاقي بروتكت ورك بوك. لو جيت اول واحده قلت اوبن ريد اونلي، دي حلو قوي ان هو اول ما يفتح اي ملف يخليه ريد اونلي. تمام، مجرد بس هتبقى الشاشه كده ويبقى في زرار يدوس عليه فيبدا ان هو يخليك تعدل عليه. فده نوع بسيط جدا من الحمايه، بس ممكن تعدل انت من غير ما تبصت. تقدر مجرد تدوس كده تفعل او ما تفعلش. ممكن تقول له انا عايز اشفره بباسورد. تمام، هتدي له مثلا باسورد 1 2 3 4، لما فيش حد هيقدر يفتح الملف دوت غير لما يكون معاه الباسورد دوت. ممكن تعمل بروتكت كارد شيت، يعني هو يفتحه بس في شيت معين هو ده اللي ما بقاش فيه تعديل. في طريقه ثانيه ان انا اجي هنا في الريفيو واقول له بروتكت شيت، انا عايز احمي الشيت ده، فاقول له خلاص الشيت دوت 1 2 3 4. تمام، خلاص ده كده محمي. تمام، سيلكت، بس هو يقدر يعمل ايه؟ يقدر يعمل سيلكت الحاجات اللي هي مقفوله، سيلكت النقط سيل، يقدر يحدد يعمل سيلكت بس. ممكن تخليه مثلا يغير الفورمات، ممكن تخليه يغير الشكل الفورمات بتاع الكولوم او الخليه، ممكن تخليه يعمل انسيرت للكولوم، انسيرت للرو، يعني انت اللي بتحدد الصلاحيات بتاعته. تمام، ممكن تديله صلاحيه بس كل حاجه ما عدا الديليت، هو يفتح ويعدل بس ما يلغيش حاجه. دي طريقه من ضمن الطرق. ممكن تعلم على بعض الخلايا برضو بالشكل دوت، وتدوس رايت كليك وتقول له انا عايز اعمل فورمات سيف، وتيجي على البروتكشن تخليه لوكت ان هو يكون مقفول. تمام، دي من ضمن الخلايا اللي هتكون مقفوله، او تعلم عليها ان هي تبقى من الخلايا اللي هتبقى معمول لها هيلينج.